سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. ما أجملها من لحظات عندما تأتي تلك الفتاة وهي تحلم بارتداء ثوبها الأبيض الجميل وتقف بجوار زوجها وحبيبها ليرتديان الخواتم اللذان سيبقيانهما حبيبان عاشقان للأبد. هذا ما حدث مع رندا. رندا فتاة شديدة الجمال مثقفة ودارسة ومن عائلة محافظة ومحترمة كثيرا، وجاءها كما يقولون السعد من أوسع أبوابه، فقد خطبها شاب واثق من نفسه متعلم ومثقف وجميل ومن أسرة راقية أيضا، أي كما يقولون في الأمثال الشعبية وافق شن طبقة. إذن لابد في البداية من مرحلة خطوبة جميلة ينعم فيها العريسان بالحب والوئام ويتعرفان على بعضهما كما يفعل كل خطيبان عاشقا، ولابد من الخطبة في البداية حفل صغير يتوج تلك اللحظات الجميلة. ذهب العريسان إلى السوق وقام باختيار الثوب الجميل واختيار الصالة وأنواع الطعام التي سوف تقدم، عدد المعازيم، من تلك الأمور كلها كانا في قمة السعادة، وقد تم كتب الكتاب الشرعي بينهما وحدد يوم الخطبة. كانت العروس في أبهى حلة والعريس في أجمل شكل. المهم أن فترة الخطوبة تستمر من 3 ساعات إلى 4 ساعات. بعد الساعتين الأولى، بعد ساعتين من الحفل، بقي ساعتان أيضا أخرى، العرس مختلط أعزائي المستمعين والمستمعات. عفان الله، بعض المدن العربية ليس لديها مثل هذا التشدد الديني، يعني باستطاعة المعازيم الرجال والنساء أن يكونوا معا. هذا العرس كان مختلطا، أي فيه رجال وفيه نساء. المهم أن رندا قد عزمت كل أفراد أسرتها من قبل أمها ومن قبل والدها، وكذلك العريس عزم كل أصدقائه وأهله من جانب أمي ومن جانب أبي. بعد الساعتان الأوليتان من حفل الخطوبة دخل رجلان معاقان إلى الزفاف. كان لديهم إعاقة واضحة، هما يجلسان على كرسي والإعاقة واضحة في شكل الوجه واليدين. لديهم مرض وراثي على ما أعتقد. المهم أنهما دخلا، وعندما دخلا استغربت أخت العريس من هذان الشخصان اللذان حضرا العرس، فسألت بكل براءة من هذان الشخصان؟ فردت إحدى معازيم العروس بأنهما خالا العروس، أي هما أخوا أمها، وهما الفرق بينهما تقريبا 3 أو 4 سنوات وهما معاقان. عندما سمعت أخت العريس بتلك الكلمة صعقت صعقا شديدا، فما كان منها إلا أن أسرعت بكل ما لديها من قوة باتجاه أمها وقالت لها انظري إلى هذان الرجلان المعاقان، إنهما خالا العروس، إنها تنتمي إلى أسرة فيها أمراض وراثية، وقد تأتي لنا بأولاد ربما يكونون يشبهان خالها العروس. صعقت الأم وتضايقت كثيرا، وبعد أن كانت تضحك وترقص وتتمايل وكأنها غزال وكأنها فتاة في 15، تجهم وجهها وتضايقت وجلست بين الناس وقد انفجرت بالبكاء، وظهر عليها علامات تبدو أنها غاضبة جدا من شيء لا أحد يعرفه. وإذ بها تأتي بالعريس على جنب وتقول له لا نريد هذه الفتاة، اسألها إذا كان هذان أخوالها، اسألها إذا كان هنالك أشخاص آخرون في الأسرة معاقون ومن تلك الأمور. ونظر العريس إلى هذان الرجلان ورأى أن الإعاقة واضحة جدا ويبدوان فعلا أنهما لديهم إعاقة وراثية، لأننا كما قلنا هنالك فارق زمني بين الأخوين أو الخالين. جلس بجوار عروسته بهدوء، أنه يبدو عليه أنه متضايق بعض الشيء، وبدأ يحدثها وقال من هذان، فقالت بكل براءة أنهما خالاها ومن تلك الأمور، وأن جدتها عندما حملت بهما كانت كبيرة بعض الشيء، ولم تلتفت إلى ماذا يرمي ذلك العريس من كلام. انتهت مراسم الخطوبة على خير ما يرام.
ذهب العريس إلى بيته وبقي من بعد الساعة 12 حتى الفجر أعزائي المستمعين والمستمعات في جدال عنيف مع الأم والأب والأخت والعم والعمة. لا نريد تلك العروس، لا نريد تلك العروس، لديهم أمراض، سيأتون بأولادك، وا وا وا. ومن كثرة الكلام والزن فوق رأسه انتهى في صباح اليوم الثاني أن ذهب إلى المحكمة وقام بتطليق تلك العروس وأرسل لها ورقة الطلاق بالبريد. استغربت العروس أن العريس لم يكلمها في اليوم الثاني ولا الثالث ولا الرابع، فما كان منها إلا على حياء أن اتصلت به فقال لها: ولماذا أحدثك؟ فقالت له: لأني خطيبتك وزوجتك. قال لها: ذلك كان منذ 3 أيام، أما الآن فأنت لست زوجتي وقد طلقتك وأرسلت لك ورقة الطلاق بالبريد، وأما حقوقك فسوف أعطيك إياها كاملة. بكت الفتاة كثيرا وقالت: ولماذا تطلقني؟ ما الذي حدث؟ قال لها: كان عليك أن تقولي لي أن لديك في الأسرة أشخاصا معاقون، أنا لا أريد أن أرتبط بفتاة لديها إعاقة جسدية أو فكرية أو ذهنية في أسرتها، أنا أخشى على نسلي وعلى أولادي. وأطبق الهاتف في وجهها وبقيت تبكي طوال اليوم. بالله عليك، لهذه الفتاة ذنب في أن جدتها جاء لديها ولدان معاقان؟ وهل هذا الرجل يضمن أصلا إذا تزوج فتاة من أسرة ليس فيها أي مشكل أن يكون لديه خلل وراثي في جيناته أو الكروسومات الخاصة بالأجنة لديه وأن يحضر لديه وأن يعطيه الله أطفال معاقون؟ ما ذنب تلك الفتاة الجميلة؟ لن ينفعها جمالها ولا ثقافتها ولا مكانتها الاجتماعية ولا احترامها أمام خطيبها الذي طلقها بعد يوم واحد من خطبتها بسبب أن خالان لها معاقان. أريد أن أسألكم أعزائي المستمعين والمستمعات، فيما لو كنت مكان ذلك الشاب، هل فعلا ستطلق تلك الفتاة؟ هل فعلا يجب أن تقول له أنها لديها خالان معاقان؟ هذا ما كان يقوله الشاب أنها ضحكت عليه، وكان يجب أن تقول له أن لديها خالان معاقان مع أنها سليمة وأخوتها سليمين ووالدها وأمها لا يعانون من أي مشكلة، والمشكلة من جانب أمها وليس من جانب والدها. أريدكم الآن أن تجيبوا على هذا السؤال: هل كان تصرف ذلك الشاب صحيح؟ هل ظلمه لتلك الفتاة صحيح؟ ولو كنت مكانه أستكمل زفافك أم تطلقها؟ ولا أريد أكثر من ذلك، وكما قلت لكم الله قادر على أن يعطيه أجنة وأولاد معاقون وقد تزوج من فتاة سليمة 100%. إن الله قادر على كل شيء، والطفل المعاق في النهاية ما هو إلا امتحان لأسرته، والإعاقة في الغالب لا تكون فقط بسبب جينات وراثية، قد تكون بسبب دواء شربته الأم، قد يكون بسبب كبر عمر الأم، قد يكون بسبب استنشاق نوع معين من الغازات السامة. إذن الأجنة التي تأتي معاقة أو مشوهة لديها عدة أسباب، لا أنكر أن الوراثة قد تعمل في إحداها ولكن لديها أسباب عديدة. هل إذا كان لدى أسرة ما طفل معاق لا نتزوج من بناتها ولا نعطي أولادها؟ هذا ما أريد أن أعلمه منكم أعزائي المستمعين والمستمعات. إذا أعجبك المقطع فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، إن لم تكن مشتركا في قناتي إني أدعوك إلى الاشتراك، وإن كنت مشتركا فإني أطلب منك التعليق على المقطع والتفاعل معنا، فإن تعليقك يسرنا ويبهجنا وهو استمرار لقناتنا. وشكرا لحسن الإصغاء أعزائي المستمعين والمستمعات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.